انت بتتكلم في ارقام هتزيد، يعني الرقم اللي انا بقوله لحضراتكم 30,000 طن لغايه دلوقتي ده هيزيد نتيجه اليومين اللي مد فيهم الهدنه. خليني ارحب ونشوف ايه التجهيزات وايه اللي دخل من التحالف. خليني ارحب بالاستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني. استاذ عصام، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. والله هو ليس تحيز لكنه واقع، انه ما حدش فينا يقدر ينكر المجهود الكبير اللي بتقدمه مؤسسه ابو العينين الخيريه من كل كمان اللي موجودين، مع كل اللي موجودين في التحالف. الموقف واصل لفين استاذ عصام فيما يتعلق بدخول المساعدات؟ طيب خليني ابدا بالحقيقه يعني تحيه اعزاز وتقدير لمؤسسه ابو العينين للجهد الكبير اللي بتقدمه، سواء في الداخل من خلال انشطتها المتعدده، او في من توقيت عضويتها في التحالف وجودها على الارض، او كمان في الجانب الاغاثي اللي ظهر بشكل واضح وجلي في احداث غزه. خليني ارجع لحضرتك بالنسبه للتحالف واللي بيكون من يعني مظله، هو مظله للمؤسسات من بينها مؤسسه ابو العينين ومؤسسه صناع الخير وغيرها من المؤسسات الكبرى. التحالف يعني مع بدايه الاحداث كان بيواكب التحرك السياسي المصري، كان بيعكس نبض الشارع المصري واراده الدوله المصريه بقيادتها السياسيه وبكل مكوناتها في ضروره تقديم اكبر دعم ممكن للشعب الفلسطيني. توجيهات السيد الرئيس ويعني دعمه الشخصي ودعم الدولة المصرية كان بيعكسوا التحالف في كم مساعدات، واعتقد انه الرقم يعني اللي هلال الاحمر قال تم تسليم 30,000 طن. خليني اقول لحضرتك ان احنا وفي دلوقتي موافقة بمد الهدنة يومين، هل هيبقى ليكوا شغل خلال اليومين المد دول؟ طيب خليني برضو أأكد لحضرتك ان احنا ما يعنينا هو ان احنا كمصريين يعني اكثر من 80% من حجم ما دخل غزه من مساعدات على الاطلاق مصري، هي مساعدات مصريه. اذا كنا قبل الهدنه كنا يعني الحقيقه يعني مصر كانت بتقود العالم في دعم اشقائنا في غزه. اثناء الهدنه تصادف وبتخطيط محكم وجيد من الدوله المصريه وكافه مكوناتها انه يعني حضر السيد الرئيس واعطى اشاره البدء من استاد القاهره لاكبر قافله من نوعها للدعم. القافله اصطفت بشاحناتها مع ساعات الهدنة الأولى. صحيح. مع صباح يوم الجمعة. نعم. التحالف وهو بيخطط لدخول المساعدات الحقيقة بيخطط باستراتيجية وبآلية مرنة، من بين أهم أدوات مرونتها إنه وقت ما المعبر يبقى مفتوح على يعني على الشكل الأوسع تكون المساعدات جاهزة للدخول، ما ننتظرش ونضيع وقت لتجميع المساعدات وتحميلها وتعبئتها. اجهزوا بقى علشان مد اليومين دول. جاهزين يا فندم، جاهزين. واحنا بنطمن الشعب المصري كله انه التحالف يعني نبضك وصوتك اللي ويعني تعبير تعبيرك عن دعمك لاشقائنا في غزه، التحالف الوطني بيمثل كل ده. جاهزين بقوافل، جاهزين بمساعدات، جاهزين الحقيقه، واعتقد انه ده اللي يطمن الشعب المصري كله. جاهزين بتخطيط محكم بغرفه عمليات على مدار الساعه تلاحظ وتراقب وتدير بشكل جيد. جاهزين كمان بفريق من العاملين المحترفين في كل مؤسسات التحالف، جاهزين بعدد ضخم من المتطوعين من الشباب المصري الواعي والواعد. هو حضرتك قلت جملة جميلة جدا، قلت ما قبل الهدنة احنا جاهزين ودعمنا اهالينا في غزة، فمعنى كده انه لما يبقى فيه هدنة اكيد هتبقى الجاهزية موجودة. يعني اذا كنا جاهزين وما فيش هدنة، ما بالك ولو فيه هدنة يعني. فان شاء الله كل الدعم وكل الشكر ليكوا استاذ عصام عبد الرحمن وللتحالف على المجهود اللي بيعملوا. اجهزوا يا جماعة في اليومين دول، عايزين يبقى فيه دخول حاجات كتيرة قوي إنسانية. بنتكلم هنا على الأدوية، بنتكلم على العلاج، بنتكلم على الأكل، بنتكلم على السولار، بنتكلم على كل ما هو محتاجينه أهالينا في غزة، محتاجين نجهز بيه علشان يدخل من معبر رفح. قلت لحضراتكم إنه معايا حالة النهاردة.